التركيز على الشق الاقتصادي وإقرار استراتيجية تعمل على بناء تكتل اقتصادي يسهم في بناء تسييد المصالح المشتركة للدول العربية، كان من بين أهم مخرجات القمة العربية 31 التي استضافتها الجزائر. يتعين علينا جميعا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية. بنود الشق الاقتصادي كانت محل إجماع الوفود العربية المشاركة في القمة، والتي ركزت أساساً على الأمن الغذائي وأزمة الطاقة ومجال التجارة. ملف التجارة الذي أولاه المشاركون أهمية قصوى، حيث ركزوا على إقامة اتحاد عربي جمركي ومنطقة التبادل الحر بهدف مواجهة الأزمة الغذائية التي مست عديد الدول. إن البعد الاقتصادي في العمل العربي المشترك استحوذ في هذه القمة على اهتمام أساسي، وأسبابه واضحة جدا أمام الجميع. في أزمة طاقة، في أزمة غذاء، في أزمة مياه، في تغيرات مناخية. توافق القادة العرب على أهم القضايا الاقتصادية التي طرحت في جدول الأعمال كان من بين عوامل نجاح القمة العربية بإقرار مخرجات ستكون بوصلة العرب لمواجهة التحديات في هذا المجال.